مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة جدا سهلة وسريعة. عنا لحمة، زيت نباتي، بصل مقطع بهيدا الشكل، 5 حبات ثوم، حبتين بندورة مقشرين ومقطعين بهيدا الشكل، نص ملعقة صغيرة شراب، نص ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، وربع ملعقة صغيرة 7 بهارات. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط زيت نباتي، بحط البصلة والثوم، بقليهم على الغاز. بس قليت البصلة بهذا الشكل، هلأ بحط اللحمة. بسم الله. شراب، البهارات والملح، خليكم مع بعض. كمان بحط فوقهم حوالي نص كوب صغير مي. حركن مع بعض، ويلي بحب الحار في ضيف فوق حار. هلا بغطي الطنجرة وبتركن يغلوا مع بعض. بعد حوالي 10 دقايق بس استوت اللحمة، هلا بطفي الغاز. صارت جاهزة الوجبة للتقديم. بسم الله. هلا بنحطها بصحن. وجبة جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. هيدي الوجبة السريعة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.